مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون سوريا ومشاهدي لم الشمل. حلقة جديدة اليوم أنا وإيهم. مساء الخير للجميع. حلقة جديدة أبرز ما فيها. هولندا تؤكد عدم تغيير سياستها في حماية اللاجئين السوريين. كورونا يغرق الأسر السورية في لبنان بالديون. ما أهمية الفعاليات والنشاطات الترفيهية للمهجرين في عفرين؟ وصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام إلى 312 إصابة. نتابع معا إحصاءات الإصابات وتوزيعها على مناطق سيطرة النظام. انخفض منسوب نهر الفرات بشكل كبير في منطقة جرابلس نتيجة إيقاف ضخ المياه من سد قرقميش في تركيا. وذكر المجلس المحلي في المدينة أن الانخفاض جاء نتيجة أعمال الصيانة التي استمرت لثلاثة أيام، إلا أن المياه ما زالت مقطوعة رغم مرور أسبوع على تلك الأعمال، ما أثر في سكان المدينة التي أدى انقطاع المياه عنها إلى أضرار كبيرة لحقت بالمزارعين الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على مياه النهر في ري محاصيلهم. رحلت السلطات التركية 560 شخصا إلى الأراضي السورية عبر معبر باب السلام الحدودي خلال شهر حزيران الماضي. بحسب إدارة المعبر فإن 142 شخصا منهم رحلوا نتيجة دخولهم إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية، أما الباقي فعادوا إلى سوريا طوعيا. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا في ريف حلب بهاء الحلبي. مساء الخير بهاء. مساء الخير. مساء النور، يا هلا فيكم. يعني البيان تبع معبر باب السلام تحدث عن ترحيل لاجئين وإعادة آخرين بشكل طوعي. لوين عم يتوجهوا؟ شو المناطق اللي عم يتوجهوا لها؟ أهلا وسهلا فيكم بجميع مشاهدي تلفزيون سوريا. بالحقيقة بكل فترة بيتم إعادة طوعية لكثير شباب وعائلات من تركيا إلى الأراضي السورية. من معبر باب السلام أكيد بتوجهوا يعني أغلب المناطق، ريف حلب الشرقي أو ريف حلب الشمالي بالمدن والبلدات الرئيسية. طبعا في عدد تم ترحيله بعد ما الشرطة بتلقي القبض عليه أثناء محاولة التهريب أو الدخول عن طريق التهريب للأراضي التركية، وتم
الشرطه بتحتجزه بكراج كلس بيتم ايضا ترحيله مع الاشخاص الرايحين بشكل طوعي لسوريا. طبعا يعني كثير عائلات يعني بكل فتره بترجع بشكل طوعي، وكثير اكثر الشباب صراحه عم يرجعوا بشكل طوعي بيبصموا على الخروج وبيسلموا الكملك بنحرموا منه لخمس سنين، او بيدخلوا من معبر باب السلامه وبتوجهوا لمناطق عديده منها للباب عزاز ومارع والباقي المناطق. بالنسبه للعائدين من تركيا، هل عم تطبق عليهم اجراءات احترازيه بسبب كورونا مثلا؟ عم يتم عزلهم او فحصهم؟ بالاراضي السوريه ما في اي عمليه عزل او اي عمليه يعني فينا نقول انه وضعهم بحجر او هالموضوع حاليا غير مطبق، ولكن اي شخص عم يجي عم يكون في اجراءات وقائيه من ناحيه انه بيتاكدوا من سلامته عن طريق قياس الحراره وعن طريق التعقيم بالنهايه والدخول والخروج من المعبر. ولكن موضوع حجر ما حد الان ما شهدنا في منطقه ريف حلب الشمالي بالعموم حجر اي شخص، سواء اللي عم يجوا من تركيا وحتى يعني اللي عم يكونوا موجودين هون. اي حالة اشتباه بتكون يعني فقط اجراءات احترازيه مثل ما قلنا من عمليه التعقيم الاضافي ايضا لقياس الحراره في حال في شكوك، هذاك الموضوع يعني هذاك الوقت بيكون في اجراءات ثانيه بتغزوها الاطباء في المنطقه. طب بها يعني معناتها رجعت حركه المعبر تقريبا طبيعيه بشكل تقريبي؟ يعني من فتره المعبر بشكل تدريجي عم ترجع اداره المعبر لتفعيل المعبر، ولكن حتى الان في كثير اشخاص من اللي قدروا ينزلوا باجازه العيد حتى الان وضعهم لسه مجهول، ما في اي قرار بخصهم، ما زالوا موجودين مناطق ريف حلب الشمالي وما قدروا يرجعوا على تركيا. يعني هن خلصت مده اجازتهم وحد الان ما في اي خبر بخصوصا، ولكن معبر جرابلس قام بإعادة الاشخاص اللي يجوا بجاس العيد، وحتى الان يعني معبر بالسلامة بشكل تدريجي بحاول يتنشط المعبر بعد احداث اللي صارت بخصوص كورونا. شكرا لك بهاء الحلبي مراسل تلفزيون سوريا في ريف حلب. أعلنت هيئة الإغاثة التركية إيهاها إرسال نحو 750 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. بدورها خصصت منظمة الهلال الأحمر التركي حزمة دعم إضافية قدرها 1000 ليرة تركية تقدم على مرحلتين ولمرة واحدة فقط لمساعدة حاملي كرت الهلال الأحمر على تحمل تبعات أزمة كورونا. إن منظمة إيهاها التركية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا. خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أرسلت المنظمة إلى سوريا 750 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تضمنت مواد غذائية ومنظفات وألبسة وغيرها من مستلزمات الاحتياجات الأساسية. وعملية تنسيق توزيع المساعدات وإيصالها إلى الأسر المحتاجة في سوريا تتم من قبل المراكز اللوجستية للمنظمة في كل من كلس والريحانية التركيتين وفي الداخل السوري. ستواصل المنظمة مساعداتها للمحتاجين في سوريا لحين انتهاء الحاجة بشكل نهائي للمساعدات في المنطقة. حدد المجلس المحلي في مدينة عزاز شمال حلب سعر مادة الخبز بالليرة التركية. نعم، وتم تحديد سعر ربطة الخبز بوزن 800 جرام بليرة تركية واحدة، وسيبدأ تطبيق هذا القرار بعد دعم الفرن الآلي من قبل منظمة أفاد التركية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مكتب عزاز الإعلامي عبد الله الحاج عثمان. مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير. مساء النور، أهلا بكم. برأيك وحسب ما شايف، هذا القرار ينعكس سلبا أم إيجابا على السكان؟ طبعا بداية يعني بخصوص موضوع الخبز، وهو موضوع مهم جدا كون أن الخبز هو يعني
أهم وسيلة للغذاء. طبعا أجرينا مؤخرا استطلاع للرأي بخصوص تسعير الخبز بالليرة التركية، كانت أغلب الإجابات أن القرار صائب لحد ما، كونه أهم شيء يضمن عدم تحكم تجارين وتوحيد سعر رطة الخبز بكافة الأفران، وبشكل عام كان يعني السعر مقبول بالنسبة للمواطن. لكن أهم ما بيعيق المواطن هو عدم توفر ليرة تركية بالأسواق، وخاصة أنه يعني ما في هالبخ العملة بشكل جيد بالأسواق، فتواجه مشكلة كبيرة بالأفران، إضافة أنه أجور العمال أغلبيتها لا زالت بالليرة السورية، فتفريق تصريف العملة عم بيؤدي أنه يعني يكون أجر الرفطة مرتفع، ولكن هو بالنسبة لليرة التركية سعر واحد. فهي هي الناحية السلبية، ولكن بشكل عام الناس جدا يعني كان قرار أنه صائب بالنسبة لهم، قرار جيد لضبط الأسعار بشكل عام. طيب يعني شو هو المحك اللي عم تقيس عليه الناس أنه لازم يتعاملوا بالليرة التركية إذا هم فعليا ما عم يستفيدوا، ما عم يكون ناجع هذا الشيء؟ طبعا لاني مؤخرا مجلس محلي وبكافه مكاتبه، من مكتب تمويني، مكتب تجاري، مكتب قانوني، عم يحاول يعني تدريجيا يسعر كافه البضائع الرئيسيه وغير الرئيسيه بالعمله التركيه، خاصه انه المعبر بين النظام وبين المناطق المحرره مغلق بسبب وباء كورونا، فاغلب البضائع اللي عم تفوت للمنطقه عم تفوت من ناحيه تركيه وهي بضائع تركيه، فاغلبيتها عم تيجي بالعمله التركيه وبتسعيرها التركيه. يعني في سيولة تركية كتيرة بالمقابل السيولة السورية انسحبت مثلا؟ المجلس المحلي تدريجيا عم يضخ عملة من عنده، طبعا مجانا، يعني عم يحاول من عنده يصرف عملة تركية. يعني أنا كأحد الأشخاص بذهب يوميا للمجلس، معي 100 ليرة تركية بصرفها لليرات تركية بالمجلس كفضمة يعني. طبعا كمان في بعض الشركات الصرافة بالمدينة بدأت أيضا بضخ العملة التركية وتصريف العملة التركية، مثل شركة التخطيط وغيرها، يعني في كثير، فصار في يعني تواجد العملة التركية، ولكن ما هو هلا الحد المطلوب، لأن أعداد مخيمات حوالي أعداد وغيرها عم يجوا ياخذوا خبز من المدينة، أغلبيتهم لسه ما توفرت لعندهم الليرة التركية بشكل عام. هاي المشكلة كبيرة. أستاذ عبد الله، بالنسبة للأسعار بشكل عام، إذا ممكن نحكي عن الأسعار بشكل عام، هل هي مرتفعة، ارتفعت كما هي مناطق النظام التي تشهد ارتفاع كبير بأسعار السلع الأساسية؟ شو هو الوضع بالشمال؟ طبعاً أسعار بشكل عام أسعار خيالية، وهذا الشيء ليس فقط على منطقة عزاز، طبعاً على كافة المناطق. للأسف إنه أغلب التجار لا زالوا يتعاملون بالعملة السورية، كون انه البضاعه كانت تجي من عند النظام، او كان كون البضاعه تم شرائها عن طريق الدولار، ولكن تصريفها لمحلات السمانه والبقاله غير محلات جمله يتم بالليره السوريه، وهذا الشيء انعكس سلبا، يعني اصبح اي صاحب بقاله يحصل ضعف ما يعني السعر اللي موجود. طيب هل السكان معتبرين انه هذا الموضوع مؤقت ام عم بيحترزوا منه، عم بيخافوا من تبعاته؟ الموضوع بيفسر على ناحيتين، اول شيء يعتبر مؤقت كون انه تدريجيا بدات لجنه التموين بتسعير بضائع، الجانب الاخر انه الدخل ما زال على السوري، تصريف العمله يعني ما مستقر لليره التركيه، فهذا الشيء عم بياثر سلبا عليهم، وكمان عم بيحطوا اللوم على المجلس المحلي انه ما في هالرقابه الشديده وما في هالضغط على اصحاب الجمله والتجاريين من اجل انه يبيعوا على الليره التركيه او الدولار. يعني ما في هالتشديد، نص البلد بتبيع على التركي والدولار ونص بتبيع على السوري. مدير مكتب اعزاز الاعلامي عبد الله الحاج عثمان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. زراعه الورود هوايه حملها محمد العبود خلال رحله نزوحه ليزين خيمته بانواع متعدده منها، نشاهد معه. تصير عمرها فوق السنة، الزهر بتعطي رائحة للمكان اللي هي فيه، رائحة جميلة تقريبا مثل رائحة الياسمين أو أحلى شوي، بس رائحة الياسمين بتعطي بالنهار، بس هاي بتعطي بالليل حصرا، يعني بتعطي عرطوبة حصرا بالليل. في عندنا هاي النبتة اسمها نبتة الشكلس، اللي هي طعمتها مثل طعمة النعناع بس أطيب شوي، يعني هاي بتعطي رائحة للفم ورائحة نعمل منها زهورات للشاي.
هذا سليمان العبود من قرية اللبة ريف المعرة الشرقي. نزحنا بكانون الثاني 2017 لهذا المكان وبهذا المخيم اللي اسمه مخيم الأمل، طبعا مكانه شرقي باب الهوى. الحقيقة الإنسان لازم يكون بيته مهتم بنظافة البيت، بنظافة الشارع، بنظافة المكان اللي هو بدي يعيش فيه حتى ولو كانت خيمة. احنا قمنا بزراعة هذه النباتات يعني اللي أمامكم هاي، زرعنا فيها أشكال متعددة من الزهور، من نباتات عطرية، من نباتات زينة، من نباتات طبية. يعني شوفت عيونكم على الكاميرا شو زارعين. صحيح تعبنا شوي وتعذبنا في زراعتها، بس ولكن الحمد لله وصلنا لنتيجة أنه لازم نهتم، لازم الإنسان يهتم بهيك زراعة. قررت وزارة الخارجية الهولندية عدم تغيير سياسة حماية اللاجئين السوريين وإعادة تقييم ملفاتهم نظرا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. التفاصيل في التقرير التالي. ما زال شبح الترحيل يطارد اللاجئين السوريين في بعض الدول الأوروبية رغم استمرار الحرب في سوريا وزيادة الوضع سوءا يوما بعد يوم. إذ أبلغت وزارة الخارجية الهولندية الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي بنقل قرارها للبرلمان، والذي ينص على عدم التغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين، وذلك بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد وأطراف النزاع في سوريا. وستقيم جميع طلبات اللجوء، ولن يتخذ قرار الترحيل إلا في حالتين رئيسيتين: الأولى إذا ثبت عدم وجود خطر على الأشخاص، خاصة من زار البلاد منهم بإرادته ثم عاد إلى هولندا دون أي ضرر. أما الثانية ففي حال مساهمة طالب اللجوء في نشاطات داعمة للنظام السوري. إعادة تقييم الملفات خطوة اتخذتها الدنمارك أيضاً بشكل أكثر تشدداً، حيث طالب وزير الهجرة ماتياس تيسفايا بتسريع تقييم إعادة اللاجئين السوريين، خاصة من يحملون بطاقات الحماية المؤقتة والقادمين من مناطق محافظة دمشق. فهل تبدأ قوافل الهجرة العكسية إلى سوريا التي ما تزال تتصدر الدول الأكثر فقراً والأقل أمناً في العالم؟ من أولى المبادرات التي يقدمها السوريون في هولندا كانت مبادرة عماد قطف، وهو طاهٍ سوري وصل منذ 3 سنوات إلى هولندا وقرر أن يبادر في ظل أزمة كورونا إلى تقديم وجبات طعام لدار رعاية المسنين في إحدى المدن الهولندية. نتابع قصته. في أعقاب رفع إجراءات العزل العام في عدد من دول العالم ومنها هولندا، قام اللاجئ السوري عماد قطف وهو طاهٍ مقيم في هولندا منذ سنوات بمبادرة لتقديم وجبات طعام لدار رعاية المسنين في مدينة تراوت يوبروخ الهولندية. حالياً بسبب أزمة كورونا تسكر المطعم، فقررت افتتح قناة على اليوتيوب لحتى أعرف الشعب الهولندي على طبيعة مطبخنا الشرقي اللي هو المطبخ السوري في هولندا سميتها. وحاليا انا حبيت اقوم بمبادره، هي راح تكون تقديم عدد وجبات لدار المسنين في مقاطعه نورد برابنت مدينه خلتراودنبرغ. الوجبات راح يكون على عدد مقيمين مع كادر التمريض اللي معاهم. خطوة أثارت إعجاب نزلاء دار الرعاية، خاصة أنه حرص على صنع وجبات مختلفة من أطعمة تميز المطبخ الشرقي والسوري على وجه الخصوص، الأمر الذي أتاح فرصة تعرف المسنين إلى ثقافة جديدة وتجربة مزيد من الأطعمة. إنها مبادرة رائعة كما أنني أشم رائحة شهية. من الجميل أن نتشاركها مع الآخرين في الداخل، فمنذ بداية هذه الأزمة شهدنا العديد من المبادرات، لكنها المرة الأولى لوافد جديد بالنسبة لنا.
فكرة المبادرة أتت بعد إطلاق الطاهي السوري عدداً من المقاطع المسجلة تتضمن طرق صنع عدد من أصناف الأطعمة السورية لتعريف الهولنديين إلى أطباق شرقية مختلفة عبر حسابه الخاص على يوتيوب، لتتوالى الطلبات على مزيد من المقاطع، ما شكل ولادة جديدة لمبادرة تعد الأولى من نوعها بين اللاجئين في هذا البلد. شو صار بعد الفاصل؟ كونوا معنا.